عبد الجبار روشن بیرکی زور به جیانا خول و جاده بوراندیا او بزارش برکو اف جاده تان هوران میاو لسردمکی ناو نافداریا خو هبو. عديد من العلماء والأدباء والمفكرين والشعراء وكثير من السياسيين قالك زانا روشنبير هزرمن وهلبستوان جفيدة درشونة لو ما قالك يقرنجا لي مخابن ياوصايا هجر حكومة خوستبا دي أفاكربا دمي وصادبينم براستي دلي من ديشة فلما نغشع أن وضعيته بالشكل هذا مثل ما قول يصير بالقلب غصة. جاده نجفیل سنتر باجر موسلی دا ناو دنگی خول سر است همو پارز گهن عراق هبو زانین و زانس لیت ها تا دیتن دو اپراسیون دیجی دا عشه دا همو ایران بو هو يراد له فترة طويلة جدا لأن تعرف أكثر المكاتب هي أركام ما واكي دريش بيتوي هتا جارك اندن إيرا أفدان دبت أفاهي درو خاينة وزور بي خدانن پرتوكان چوينة جين ديتر أم بهيوي نجيان لفاقر اللي سستا فممكن بهاي الفترة إن شاء الله ده ترجع الحياة بي بس ده ترجع بطيئة جدا نقربو كرنا زرر مندن ويجاديو خدان پرتوكو چابخانا و كم ترخمي لان حكومة هوكارن أفداني لغيرو بو كل ما توصلني معظم هذه المحلات هي أملاك خاصة يعني ولا بتريا أفروشجة هي طيبتن وما وكو باجروانية شيان نوي چاندي نينن هموي أفا بكين سر راي زوربة أزيان كفتين في بازاري هيا نهاد نهاتين أقربو كرن لان بهيوين أفصالة أف بازار ببتفع تعود الحياة لا سيما أن المشروع سينطلق هذا العام بعون الله لجهدا نجفي زيادة تري صدو بينجي برتوخانة وشابخانة وجهن جدران جبو فاكولين وزانين هبون سامانة كروشان بيري خلقه بو لسالين 2016 وهفديل دمي اوبراسيون عشر داعش دا همو ايران بو لدمه آزاد کرنا وی باجری بدهان بازار ویران بونجواناجی اف جادا سردمکی جه زانین و زانسته بو لی سر رای زیده تری شش سالایا موسل یارزگار کری لی روشن بیرد بیجن گرنگی وی جاده نهات یدانو هیوید کن زودترین دام جیان مینا جاران لی وگرد درمان بعدری کردسان 24 موسل